في الأرض دي وهي صحراء ومليانة ألغام من 70 سنة من ساعة الحرب العالمية الثانية ويشوفها على الوضع الحالي اللي بقت فيه يعرف إن الجيش المصري عدى من هنا. واللي يشوف المدينة الجميلة الزكية السياحية اللي بقت عالمية دلوقتي ويشوف كان زمان شكلها كان عامل إزاي يعرف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مر من هنا. وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن احنا محتاجين نوعي شعبنا ونعرفه مدى جمال وروعة بلدنا، كنا لازم نيجي مدينة العالمين ونوري جمالها وروعتها ونوري ازاي في زمن قياسي قدرنا نحول الصحراء لمدينة سياحية كلنا نفتخر بيها دلوقتي كمصريين. فلاش باك من 2018 وتعالوا شوفوا دلوقتي العالمين بقت عاملة ازاي دلوقتي. ايه اللي حصل؟ التطور اللي حصل في الانشاءات من اول طوبه اتحطت في 2018 لغايه لما نشوف الصرح العظيم ده. انا بس الاول عاوز ارحب بيك وبفريقك في مدينه العالمين الجديده، جزء من الجمهوريه الثانيه اللي مصر كلها بتبنيه. انا بس عاوز اقيس معدلات الانجاز والشغل اللي اتعمل علينا احنا كهيئه مجتمعات. احنا عندنا مدن الجيل الثالث بتاخد من 20 ل 25 سنه عشان تشوف كم الانجاز الموجود على الارض. انا دلوقتي بتكلم من 2018 ل 2022 كم استثمارات وكم مباني غير طبيعي. طبعا احنا هنا خدنا الدفعه المعنويه بتاعه الجمهوريه الثانيه، لعبنا على الروح المعنويه بتاعه المواطن المصري ان هو عاوز يبني صرح جديد، عاوز يبني جمهوريه جديده، وابتدينا نشتغل على الروح دي. وزي ما حضرتك شايف كده الحاجات اللي اتعملت في 4 سنين بشهاده كل ضيوف مدينه العالمين اللي اغلبهم من الاتحاد الاوروبي ودول الخليج كلهم بيشهدوا بالانجازات اللي تمت خلال الفتره. لما بنيجي نتكلم من 2018 ل 2022 ما كانتش 4 سنين فيهم استقرار على في مستوى الاقتصاديات العالميه اللي احنا بنواجهها. واجهنا ظروف ما حدش واجهها قبل كده ابتداء من كورونا، ودلوقتي بنتكلم على الحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها، وبعديها طبعا المناوشات اللي موجوده في جزيره تايوان. كل ده اثر علينا كدوله، ولكن انتم ما تاثرتوش. خلينا نقول اول جائحه، اول ظروف مرت بيها مدينه العالمين كان جائحه كورونا. احنا على قد ما كل الشركات ابتدت تاخد الاجراءات الاحترازيه الكامله سواء بتطعيم العماله والمهندسين والقائمين على العمل، بس برضو احنا اتاثرنا شديدا بكورونا ده، خاصه في حركه الاستيراد، لان في مواد كتير من المواد اللي احنا بنستخدمها جايه من الاتحاد الاوروبي وجايه من الصين وجايه من الولايات المتحده. بس احنا برضو عاوز اقول ان المان باور بتاعنا تواجد وتواجد بقوه مع تطبيق اجراءات احترازيه. يمكن كان عندنا سايد افكت بس في حركه البضائع والمنتجات اللي احنا بيقام عليها او بتستورد من الخارج، هو ده اللي كان السايد افكت. بس احنا سريعا حاولنا نعمل اكسلريت في الموضوع عشان نلحق نخلص برضو في التوقيتات اللازمه. اما بقى الظروف الاقتصاديه بتاعت الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي هي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي،
فهي اثرت برضو على برضو موضوع النقل او الترانسبورتيشن. لا بس هي اثرت ايه؟ ده احنا شفنا كميه انشاءات خلينا نقول غير طبيعيه. خلينا نقول احنا عملنا ايه. احنا طبعا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا ممالي ذات طبيعه خاصه احنا ابتدينا نشتغل فيها، وكان اول مره كدوله تخش تبني ابراج. احنا والعاصمه الاداريه يمكن احنا عندنا المرحله الاولى 15 برج زي ما حضرتك شفتهم في المنطقه الشاطئيه. ده كان اول مره، ده كان اول مره الدوله تخش في استثمارات او في طبيعه مشروع زي كده. لما ابتدينا نشتغل ولقينا ان معظم الاليمنت او العناصر بتستورد من الخارج، ابتدينا ننسق مع الجهات الموجوده سواء كانت في فرنسا او في المانيا او حتى في تركيا ودول الخليج ان احنا والصين ان احنا نعمل خطوط انتاج هنا، بحيث ان احنا نستفيد الاول من تشغيل عماله مصريه ونعرف النو هاو وشكله عامل ازاي، ونوفر الوقت بتاع الترانسبورتيشن، وبقدر الامكان نعمل تقليل لتاثير الحرب الروسيه الاوكرانيه، وخاصه ان احنا كمان على المستوى السياسي لسه في توترات اخرى في بعض الاماكن في العالم اللي هي ممكن تاثر بالسلب علينا. فاحنا من ساعه الحرب الاوكرانيه الروسيه ابتدينا ننقل بعض خطوط الانتاج عندنا هنا في مدينه العالمين وفي مصر، لان احنا اكتشفنا اكتشاف خطير جدا ان المصانع دي بتاخد الرو ماتيريال او الماده الخام من عندنا. يعني احنا عندنا ربنا ادانا الماده الخام، طب احنا ليه ما نكملش التصنيع ونستغل ان احنا امكانياتنا المتاحه في المواد الخام دي ونفتح بيها مصانع جديده ونشغل بيها عماله، وفي نفس الوقت انا هنا بقلل الوقت اللي بيتاخد في ترانسبورتيشن او على الظروف الاقتصاديه عشان اقدر امشي على المنحنى زي ما انا عاوز.